الكرديين الرئيسين، فإن زيارة برهم صالح رئيس وزراء إقليم كردستان السابق إلى بغداد حققت نتائج إيجابية كثيرة، أهمها أن صالح المقرب من القيادة الكردية استطاع أن ينقل ثوابت يمكن الاتفاق عليها بين أربيل وبغداد. صحيح، هو ما عدا منصب في أقليم كردستان في حكومة أقليم كردستان، بل لكن هو شخصية عده مكانة، يمكن بالعلاقاته مع الجهات اللي ذكرتها يوصلون يقربون وجهات النظر. ما يمثل شخصه، هو وشخصية وطنية وعضو بارز في هيئة في الاتحاد الوطني الكردستاني، وقريب من رئيس الإقليم ومن رئيس حكومة الإقليم من رئيس الجمهورية، فما فجهده جهد وطني شامل. لكن المعارضة الكردية ترى في زيارة صالح استمرارا لنهج الإقصاء المتخذ ضدها من قبل أحزاب الإقليم الرئيسة. إن في إقليم كردستان الحزبين الحاكمين عندما يقومون بصياغة القرار السياسي هم يقومون بذلك بصورة منفردة ولا يحسبون أي حساب للأحزاب الأخرى، لذلك كل مرة يحاولون إبعاد حركة التغيير عن صنع القرار السياسي والتعرف على أجندة الأعمال والمفاوضات الجارية في بغداد. وبحسب مراقبين فإن زيارة برهم صالح إلى بغداد جاءت لتهيئة الأجواء قبل زيارة الوفد الرسمي التفاوضي لبغداد، والذي شكل من جميع الكتل في إقليم كردستان ومن ضمنها الأحزاب المعارضة لتوحيد الخطاب الكردي تجاه القضايا العالقة. من أربيل يوسف المندلاوي، السومرية.